صيحة فزع أطلقتها بلدية رواد بعد أن باءت كل جهودها للحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة بالفشل. ووفق ما ورد في رسالة مفتوحة وجاء إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة، أكد رئيس بلدية رواد أن ما يقوم به الديوان الوطني للتطهير من ضخ لمياه الصرف الصحي الملوثة بمجاري المياه العمرانية بعدد من المناطق الحضرية ساهم بشكل كبير في تردي الوضع البيئي وإفشال لكل الجهود المبذولة. ضخ مياه صرف صحي في النخيلات، في شطرانة، في واد خليج، في واد سيدي سليمان، وراء معمل التمور. الروائح الكريهة اللي نعيشوا فيها في الليل الساعة وفي النهار، والناموس وعدد الناموس، على خاطر كل ما البلدية تنظف وتداوي الناموس يجينا مياه جديدة ومياه واحد، يعني تغلبنا بالواحد، وصرفنا فوق 400,000 دينار لمداواة الحشرات. أنت اليوم ما تنجمش تلقى حل باش تلقى قنوات ولا تلقى كيفاش تعدل للمحطة نتاع الضخ نتاعك الا عن طريق مجاري المياه الامطار. معقول هذا يعني يتلوث في الارض؟ الديوان الوطني للتطهير أكد من جهته أن النقاط السوداء الناجمة عن المياه الملوثة سيتم التخلص منها نهائيا بفضل مشروع هو بصدد الإنجاز، ويتمثل في مد قنوات تنطلق من محطة التطهير بشطرانة إلى غاية البحر. الموجود هذا قناة الخليج اللي يقبل المياه المعالجه نتاع 4 محطات تطهير، اللي هي محطة تطهير مركب شطرانة 1 و2 ومحطة الشرقية والكوتيغنوغ. المياه هذه كانت تمشي معناها في كنال أسيال ووفيغ مفتوح. قمنا بمشروع كبير هو مد قنوات قطر 2000 مليمتر على امتداد 8.7 كيلومتر من محطة تطهير شطرانة إلى البحر. وفي البحر ثم معناها أول حاجة معناها مشروع إنجاز زوز أحواض بسعة 160,000 متر مكعب. الأشهر القريبة المقبلة إن شاء الله المشروع ينتهي. وفي جانب آخر تتجه بلدية رواد بالتنسيق مع البلديات المجاورة لها نحو تقديم شكاية قضائية للضغط على وزارة الشؤون المحلية والبيئة لتحمل مسؤولياتها عن طريق عدم منفذ. وقمنا باش نقوموا بالاجراءات اللازمه وتتابعهم عليا على خاطر هذه تتسمى جرائم في حق المواطن. ننتظر ان القضاء ينصفنا الساعه ويعطي حق المواطنين في رواد ويحمل مسؤوليه الوزاره ومسؤوليه الديوان. ويشار إلى أن أكثر من 300,000 ساكن موزعين على مناطق عمرانية في هذه الجهة تتجدد معاناتهم بحلول فصل الصيف مع انتشار الحشرات والروائح الكريهة.